الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منية تفريج الكربات وقضاء الحاجات واستجابة الدعوات والعلم النافع ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في الصغرى إلى قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن. أنكم تعلمون أن أقسام الحكم العقلي كم؟ ثلاثة: الواجب والممكن والمستحيل. فالقدرة دائرة تعلقنا إنما بالممكن، وكذلك الإرادة. قال المتعلقتان بالممكن، واللام هنا الألف لام يعني بكل ممكن. فجميع الممكنات بالنسبة إلى القدرة سواء، كل ممكن من أكبر ممكن إلى أصغر ممكن، من الذرة إلى من الجبل إلى النملة، كل هذا ممكن. فلا يقال أن هناك ممكن أصعب أو أشد أو أعسر من ممكن آخر، يعني كل الممكنات بالنسبة إلى القدرة سواء من جهة أنها ممكنات، يعني خلق الجبل مثل خلق حبة أو ذرة من هذا الجبل، فلا يوجد فرق بين ممكن وممكن لأن الكل متساو من جهة أنه ممكن. واضح كده؟ أما مثلا قوله تعالى وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني بدء الخلق ممكن وإعادة الخلق ممكن، هل أحد يقول أن البدء واجب أو إعادته مستحيلة؟ لا، هذا ممكن وهذا ممكن. لكن لماذا قال في الإعادة وهو أهون عليه؟ هذا تقريب لما يراه الناس من أفعال المخلوقين، يرون أن هناك فعل أشد وأقوى وأصعب من فعل آخر. هذا بالنسبة لأفعالنا نحن أو لما نفهمه نحن، لكن بالنسبة لله تعالى جميع الممكنات بالنسبة لقدرته متساوية. يعني هذا مثل وبعضهم فسر تفسير آخر قال عليه وهو أهون عليه، يعني على الممكن، على الشيء، على المخلوق. يعني الإعادة تبقى أهون عليه من عملية الخلق نفسها الأولى، يعني مثلا خلق الإنسان الأول فيه سلالة من طين وفيه مضغة علقة إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون، يعني لا يمر بها، فيكون الإعادة دفعة واحدة، فيكون هذا أهون على على المخلوق وليس على مين؟ على الخالق سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا بالنسبة للآيات والأسرار والعظمة التي فيه
خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس بالنسبة لتفكر إيه؟ المخلوق. أما عند الله تعالى فليس عنده خلق كبير أو خلق صغير أو صعب وأصعب وهين وأهون إلى إيه؟ إلى آخره. ليه؟ لأن جميع الممكنات بالنسبة إليه سواء. والدليل على ذلك في قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق إيه؟ مثله. طب وإن كان قادرا على خلق المثل فهو من باب أولى على مثل المثل، وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني إذا خلق المثل إذا هو من باب أولى قادر على خلق مثل آخر، والآخر له مثل، وهكذا إلى إيه؟ فلا يوجد، يعني مثلا لا نستطيع أن نقول إن الممكنات تتناهى، يعني ملاش حد، يعني نقول مثلا الممكنات انتهت. هو هنا جنس على الممكن، أي جنس ما هو ممكن، لكن هل هي محصورة في عدد؟ هل هي الممكنات متناهية؟ يعني مثلا لو قلت لك الله تعالى قادر على خلق هذا العالم، هل قادر على أن يخلق أحسن أو أبدع أو أجمل؟ نعم. هل قادر على أن يخلق أحسن من الأحسن؟ نعم. وهكذا إذا سألت 100,000 سؤال فتكون الإجابة نعم، فما تجيش عند رقم وتقول كده خلاص انتهى الايه، لا، يبقى كده اذا قلت انه تناهى فقد نسبت القدرة الى العجز، لانها عجزت عن ممكن. واذا عجزت عن ممكن واحد فتكون عاجزة عن كل الممكنات لانها متساوية. فاذا سئلت هذا السؤال 7,000,000,000,000,000,000 مرة فالاجابة نعم، مفيش حد ولا نهاية ليه؟ لمقدوراته سبحانه وتعالى. ايوه، جاء الله يفتح عليك، جاء لم يأ، كلمة خلاق دي معناها ايه؟ تدل على، بس ما يقالش بالنسبة لله تعالى ان هذه صيغة مبالغة، ان لما بنبالغ يعني معناها مش بنقول الحقيقة، يعني معناها بالنسبة للاستعمال نحن نقول دي من صيغ الايه؟ المبالغة. انه لما نقوله على واحد مثلا علامة ويكون هو ايه، او مثلا رجل يعني فهام ويكون بنبالغ، يعني من باب يعني ايه المدح يعني. انما بالنسبة لله لا نقولها على اننا نبالغ، على انه ده الحقيقة. لو بالغنا يبقى معناها كأنه هو الحقيقة، مش كده، بس احنا زودناها شوية. زي ما انت مثلا تثني على واحد تروح ايه تصفه بوصف أكبر مما هو فيه، فيقال إيه هذا إيه؟ مبالغ فيه، يعني مش هو ده الحقيقة. يقول لك يا عم ده القتلى بالآلاف مثلا في ميدان التعب، يكون هم 5-6 اللي أصيبوا، ده مبالغة. وفي مبالغة إيه تفرق عن مبالغة، في واحد يبالغ مثلا كانوا 10 يقول لك 20، في واحد يبالغ كان 10 يقول لك 5,000، ده مبالغة كذب. فبالنسبة لله تعالى خلاق على حقيقتها، خلاق شوفنا، يخلق خلقا كثيرا ولا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لما هنا لو قلت صيغة مبالغة يعني معناها انت ايه نفيت عنه الظلم الكثير، نفيت عنه الشيء اللي فيه مبالغة. أما ظلم بسيط يبقى ممكن، إنه هو لم يقل بظالم، قال بظلام، لأنه في آية أخرى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا نفيت الكثرة يبقى معناها مش نفي للإيه؟ للقلة. لكن برضو أيضا يقال في هذا أن الكثرة في مقابل الكثرة، لأن الله تعالى على فرض أنه سيظلم عباده فلا يكون ظالما إنما يكون ظلاما. ليه؟ لأنه شوف العباد ملايين لا تحصى، فلو كل واحد مثقال ذرة
وكم مخلوق من أول آدم وكم شعب وكم أمة وكم لغة وكم إقليم وكم دولة، فلا يكون ظالما إنما يكون ظلام، فالكثرة مقابل الكثرة. لم يقل وما ربك بظلام للعبيد، فإذا وقع عليهم منه تعالى ظلم فيكون ظلام لأن العبادة كثيرة، لكن لم تأتي في مقابلة الفرد إنما جاءت في مقابلة الكثرة. كده نفهمها، فلا يقال أن الآية بتنفي كثرة الظلم ولا لا بتنفي الظلم من أساسه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. في إيه تاني أقل من كده؟ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا، يعني إذا كان هو بيضاعف الحسنات وبيعطي عليها بغير حساب فكيف يأتي لآخر فيظلمه؟ لا يعني لا تتصور، يعني لا يظلم وفي نفس الوقت بيضاعف. عارف اللي يظلم ده لما يعطي شيء حتى وإن أراد أن يتحرى مش هيزيد، يعني طولك كده مش هيضعف، مش هيعطيك عليها زيادة، ده ممكن ينقص منه. فإذا كان الظالم شأنه أن ينقص من الكيل والوزن ومن هو هذه هي طبيعة الظالم. فإذا كان يعطي كثرة هذه ضد طبيعته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن. عرفنا كلمة ممكن؟ يعني ما ليس ممكن، يعني ليس بواجب وليس بمستحيل. إذ العجز عن بعضها، الضمير يرجع إلى عن بعضها. ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن. إذ هنا تعليلية، لماذا تتعلق الإرادة والقدرة بالممكنات كلها؟ راح قال لك إذ هنا بيعلل. إذ العجز عن بعضها، يرجع عن بعضها يعني عن بعض الممكنات، خلاص كده، مستلزم للعجز عن جميعها. يعني عارف لو كانت الممكنات دي ملايين الملايين وعجز عن واحد هذا يستلزم العجز عنها كلها. ليه؟ فاكرين لما بدأنا قلنا إذ إنها متساوية أمام القدرة، فما دام الدا زي دا زي دا زي دا زي دا فكيف يعجز عن بعضها؟ إذا فعل واحدا هذا يلزم أن يفعل الكل، وإذا عجز عن واحد يلزم أن يكون عاجزا عن الكل. واضح؟ إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها. عن بعضها يعني الممكنات، عن جميعها يعني ليه الممكنات. وذلك اللي هو ذلك ايه ده؟ العجز يستلزم استحالة وجودها. شوف يعني لو لو ثبت العجز يبقى معناها يستحيل وجود الممكنات، ولكنها موجودة، فهذا معناه ينفي العجز. وإذا انتفى العجز ثبت أن القدرة، مش عاوزين إثبات القدرة، عاوزين إثبات تعلق القدرة بكل ممكن. فالتعليل ده في عموم تعلقها وليس في إثبات وجودها. موضوع إثبات الوجود ده خلاص، يقول لك إذ العجز عن بعضها مستلزم العجز عن جميعها. وذلك أي العجز يستلزم استحالة وجودها لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله.
يعني على اتصاف فاعله بأنه إيه؟ قادر أو بأنه مقتدر. وذلك في آية يقول لك إيه؟ بقادر، آية يقول لك قدير، إن الله على كل شيء إيه؟ قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فجاءت الصيغ كلها قدير وقادر ومقتدر. وفي تخصيصه على إرادته، وفي تخصيصه يرجع إلى إيه الضمير، وذلك يستلزم استحالة وجودها، وجودها يعني الممكنات أو الحوادث، لأنه ليس كل ممكن موجود، وإنما كل ممكن قابل للوجود. فإذا وجد فهو الإيه؟ فهو الحادث. عشان تفرق بين الممكن والحادث، الممكن يعني سواء كان موجود أو معدوم يسمى ممكن، أما الحادث فلا يقال له حادث إلا بعد وجوده، وأيضا بعد وجوده لا يزول عنه وصف الإمكان، هو ممكن قبل وجوده وبعد إيه؟ وجوده. يبقى وذلك قلنا يعني يرجع إلى إيه؟ العجز. يستلزم استحالة وجودها، يعني وجود إيه؟ الممكنات، أو لا مش الممكنات، وجود الحوادث، خلاص كده؟ لتوقف كل حادث، ولم يقل لتوقف كل ممكن، لأن الممكن قلنا يستوي فيه الوجود ويستوي فيه الإيه؟ العدم. لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله. وفي تخصيصه يعني كأنه قال ولتوقف كل حادث يتوقف في وجوده على القدرة، ويتوقف في تخصيصه على الإرادة. يبقى وفي تخصيصه يعني تخصيص ايه؟ الحادث، لأن الحادث محتاج إلى ايه؟ إلى تأثير يعني إيجاد، ومحتاج إلى تخصيص. يعني مثلا الأنثى والذكر، أوجد الله هذا الحادث فوجود الحادث متوقف على القدرة، لكن تخصيصه بأنه ذكر أو أنثى هذا متوقف على الإيه؟ على الإرادة. وهذا مثال يعني بأنه غني أو فقير، عالم أو جاهل، طويل أو قصير، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي إلى آخره، هذا مثال فقط. وفي كونه مرادا على علمه، خذ بالك، يبقى الحادث بيتوقف على القدرة من جهة ايه؟ الوجود، ولا لا العدم مش محتاج لقدرة، من غير قدرة هو معدوم، في الوجود محتاج الى القدرة، انما في العدم هو في اصله عدم، فليس محتاجا الى القدرة في العدم، محتاج اليها فين؟ لان العدم ليس اثرا، والعدم شيء ده عدم. يبقى اذا متوقف الوجود والاعدام على اقتدار، يعني في اعدامه اي بعد وجوده، على ايه؟ على القدرة. ومتوقف في تخصيصه بلون او جنس او اي تخصيص على الارادة، لا، ومتوقف في كونه مرادا على العلم. اذا فرجع الامر الى العلم، فكما يقال العلم ذا هو ايه؟ أم الصفات، يعني الصفات كلها رجعت إلى إيه؟ إلى العلم. يعني مثلا لما تقول مثلا لماذا أوجده؟ أقول لك لكونه مقتدرا قادرا. طب لماذا خصصه؟ لأنه إيه؟ مريد. طب لماذا أراده؟ لأنه علمه. خلاص بعد كده ما في سؤال، وأقول لماذا ما ينفعش هنا كده، خلاص ما في سؤال، انتهت كده. وده يقول لك العلم هو الأم، هو الأساس. وحتى لو أجابك لماذا علمه، حتكون الإجابة لأنه علمه، لأنه بكل شيء عليم، لأنه لا بد أن يعلمه،
أمال يعني إذا لم يعلمه هو ليس به بعالم مش متصل بالعلم، وإذا انتفى العلم حتنتفي الإرادة وحتنتفي العلم. هو إيه؟ هو الأم، هو الأساس. القدرة الأزلية، التعريف هنا، تعريف القدرة صفة، صفة طبعا من أي نوع من الصفات دي؟ السلبية ولا المعاني ولا المعنوية ولا الـ ولا الـ أي صفة دي؟ ولا الصفة النفسية؟ ليه صفات المعاني؟ صفات المعاني. وليه سمي صفات المعاني؟ لأنه يفهم منها معنى زائد على الوجود على الذات، يعني يفهم منها شيء غير الذات. لو سميت معاني تفهم منها أمر وجودي زائد على إيه؟ على الذات، ولكن ليس هو الذات وليس هو غير الذات. الصفة صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. فتعريف سهل جدا، صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يعني معناها الممكنات قلنا غير متناهية. لماذا توجد بعض الممكنات والبعض الآخر لا يوجد؟ مكتب شخص الإدراك. نعم لأن الله تعالى ما أراد وجود كل الممكنات، ولكن أراد تعالى أن يخص بعض الممكنات بالوجود دون بعض. يبقى المسألة هنا دخلت في الإرادة، التخصيص ده عمل الإيه؟ عمل الإرادة. خلاص كده؟ لأنه لم يرد، خلاص كده؟ لم يرد ذلك. وفي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، والإرادة صفة أيضا يتأتى بها، بدل كلمة إيجاد حنقول كلمة إيه؟ تخصيص. الأول قلنا إيجاد، حنقول إيه؟ تخصيص. كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله، لازم يكون في أمور متقابلة، يعني أمر يقابله أمر، زي الصحة تقابلها أو يقابلها المرض، الغنى يقابله الفقر، الطول يقابله القصر، الكبر الصغر، اليمين الشمال، العربي العجمي، وهكذا. فخص الله تعالى هذا بالطول وهذا بالقصر، هذا بالصحة، هذا بالمرض، هذا بالغنى، هذا بالفقر، هذا بالعلم، إلى آخره. هذا هو إيه؟ تخصيص الإيه؟ الممكنات. وطبعا والتخصيص هذا لا يكون إلا في الممكن اللي هو إيه؟ موجود اللي هو إيه؟ وجد أو الحادث. أما الذي هو معدوم يبقى تخصيصه إيه؟ بالعدم بدلا من الإيه؟ يعني هما سيان أو متساويان. فلماذا أوجد أحدهما ولم يوجد الآخر؟ لأنه لم يرد أن يوجد الآخر. أو لماذا كان هذا طويل؟ لأن الله تعالى أراد لهذا أن يكون طويلا ولهذا أن يكون. هذا هو إيه؟ هذا هو التخصيص. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص عليه بدلا عن مقابله. وجمعت الأمور المتقابلة في إيه؟ في ستة ممكنات، المتقابلات وجودنا والعدم، الصفات أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. الجاية ستة، يعني مثلا المكان، يعني مثلا أنا جلست في هذا المكان فيقابله إيه؟ المكان الآخر.
وفي هنا اليمين يقابله الشمال، الامام يقابله الوراء، هنا الاماكن ايضا فيها ايه؟ فيها تقابل. اذا كانت هناك امور متقابله فلا بد ان يخص الله تعالى الحادث بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله. وكذلك في الازمنه، يعني مثلا ازمنه كلها ايه؟ متساويه. فلماذا خصنا الله تعالى بالوجود في زمن دون ايه؟ زمن. وقد كان من الممكن ان نوجد في اول الازمنه مع بدايه الزمن، كان يمكن ان نوجد في ايام سيدنا ادم او في ايام نوح او ابراهيم او في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمنه، لان الله تعالى اقسم بزمنه وحده من غير اي زمن كان. والعصر، قال كثير من اهل التفسير مقصود به عصر سيدنا، عصر الرساله، عصر البعث اقسم الله تعالى به. في اقوال اخرى انه العصر يعني وقت فريضه الصلاه، او العصر مراد به الزمن كله، جنس الايه؟ الزمن. لكن القول المرجح انه العصر يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم، العصر يعني الذهبي في عمر الدنيا كلها. اذا انت وجدت في زمن، سيدنا ادم وجد في زمن لم توجد انت فيه، سيدنا موسى خصه الله بزمن غير زمن سيدنا محمد. هذا اسمه الازمنه، فيها تقابل ولا ما فيهاش؟ في تقابل، يبقى الازمنه متقابله والامكنه متقابله، وهي ثاني والصف والمقادير، المقدار يعني وزن، مساحه، هيئه، يقابله مقدار اخر. يعني مثلا ده مقداره مثلا 30، في مقدار 32 اكثر اقل، يعني هم المقادير فيها ايه؟ فيها تقابل ايضا. العدم اول حاجه، الوجود يقابله العدم، الصفات هذا الصفات ايضا فيها تقابل، لان فيها تضاد، الحاجه اللي فيها تضاد يبقى فيها تقابل. ده مثلا كريم، ده بخيل، دي صفه وده صفه لكنها صفه مقابله، فيخص في تخصيص بصفه دون ايه؟ دون صفه، ومقدار دون مقدار، وزمن دون زمن، ومكان دون مكان. واضح كده؟ والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله. يعني إذن كل مقدار له مقابل، فيش مقدار ملوش مقابل، اي مقدار ايه المقابل بتاعه؟ اللي هو زياده عنه او اقل منه، ده مقابل وده مقابل. احيانا يكون المقابل مش واحد، اكثر، زي قال المتقابلات ولم يقل ايه؟ المتقابلان. يعني في امر يقابله اكثر من امر، او اكثر من مقابل. يعني زي ايه؟ الله لا اله الا هو الحي، صفه الحياه يقابلها ايه؟ مش الموت بس، والنوم، لا تأخذه سنة ولا السنة، والغفلة والنسيان، كل ده مقابل للحياة. ممكن يكون أكثر من مقابل. يعني عندك الايه؟ الإرادة يقابلها ايه؟ كراهية، ويقابلها مثلا ايه؟ نفي الاختيار، ويقابلها القهر، ويقابلها الإكراه، كل ده مقابل لايه؟ للإرادة. زي قال المتقابلات، مش معناها تفهم انه امر واحد يقابله امر واحد، قد يكون امرا واحدا يقابله امور كثيره، كل هذه منتفذة. الله لا الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، لانه لو اخذته سنه او نوم لكان هذا منافيا لكونه حيا. ولا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين. ما هما الصفتان؟ القدرة والإرادة. الأول وجودهما، وجود إيه؟ القدرة والإرادة. الثاني وجود الوجود لهما،
نقولنا كم مطلب؟ 4. الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات. عموم تعلقهما، تعلق ايه؟ تعرق القدرة والإرادة بعموم الممكنات، فلا يشذ عنا ممكن واحد، لأنه لو شذ لكان عاجزا، ولو ثبت العجز عن ممكن واحد لكان عاجزا عن الممكنات كلها، لأنها لماذا هذا ممكن وهذا ممكن، فالذي أقدرك على هذا يجعلك قادرا على غيره، لأنه مثله، لأنه ممكن، يعني مثله في الإمكان. الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات. الرابع وحدتهما. هي معنى وحدتهما، يعني الله تعالى قادر لكن بقدرة واحدة، ليس بقدرتين، والإرادة كذلك واحدة، اللي أراد بها في الأزل هي واحدة لم تتغير، يعني أراد كل شيء بإرادة واحدة. خلاص كده؟ لأنه مش محتاجين لإيه لل، يعني مثلا لماذا لا يكون له قدرتان؟ طب هقول لك أنا، هو على كل شيء قدير أو قادر بهذه القدرة. السؤال هنا، فالقدرة الثانية ما فائدتها؟ هتبقى عبث. إذا كان بقدرة واحدة قادر بها على كل شيء، فلماذا القدرة الثانية؟ هل هي معاونة؟ مساعدة يعني؟ يبقى معناها القدرة الأولى غير قادرة على كل شيء. إذا كانت تامة يبقى خلاص مفيش شريك، لأن الوحدة وحدانيته سبحانه وتعالى ليست في الذات فقط، ولكن في الذات الصفات والأفعال. إيه معنى واحد في صفات؟ يعني ليس له إيه صفتان من جنس واحد، ليس له حياتان ولا قدرتان ولا علمان ولا سمعان ولا بصران ولا الكلام واحد، ولكن الكثرة توجد في التعلقات وليس في الصفات. الصفة واحدة، ولذلك مثلا علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما هو كائن وما لا يكون بعلم واحد. أما بالنسبة لك أنت تغير العلم، من أنت تعلم أني مسافر، لكن لا تعلم بنفس العلم أني رجعت إلا عندما يخبرك أحد بعلم جديد. إنما الله تعالى يعلم أن زيدا سيسافر يوم الثلاثاء ويمكث مدة كذا يوم ويرجع بعد كم يوم، والعلم واحد لما يتغير. قد تكون أنت تعلم الثلاثة دول مع بعض، لكن قد يحصل تغيير يقولك تلغى الحجز، لكن الله تعالى إذا علمها خلاص ما تتغيرش عنده، يعلم التقلبات دي كلها بعلم واحد. الحج حيفليق وحيغير، لكن السفر الحقيقي حيكون يوم كذا، أنت ما تعرف حجز إلا إذا يتأكد الحج، وقد يتأكد الحج وما يجيش برضه، يحصل عطل فني إلى آخره، أو ممنوع من الركوب، اشتباه في الأسماء، أي سبب. لكن الله تعالى إذا علم فالعلم واحد لا يتغير. وذلك مسألة جابها القرطبي في تقريبا في التفسير، لما سألوه كان في الجاهلية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جايب بنت من بناته يائد وعد البنات، يعني يدفنها وهي حية، طبعا دي جريمة بشعة، وإذا الموؤودة لأي ذنب قتلت في حاجة صعبة. فيسألوه يقول هل كان الله تعالى راضيا، هل كان الله تعالى ساخطا على سيدنا عمر لما عمل الجريمة دي؟ فقال له لا. لما إبليس كان طاووس الملائكة وكان يعني يصلي بهم وكان أعبد من في السماء، هل كان الله تعالى راضيا عنه وهو؟ قال له لا. ليه؟ لأنه لو كان راضيا عنه لم لا يعلم ما يكون من حاله بعد ذلك، إذا تغير العلم. فقال له أبدا، لم يرضى الله تعالى عن إبليس قط، حتى ولو كان إمام، لأنه يعلم مصيره ويعلم وظيفته، هو اللي خلقه من أين، لا يعلم من خلق، لا
ولم يكن الله تعالى غاضبا او ساخطا على عمر قط، حتى لو وعد بنات العالم كل انه يعلم من هو عمر، ذي امر مؤقت كان في الجاهليه وقبل التشريع، وسيؤول امره الى انه امير المؤمنين. زي مثلا اضرب لك مثال، انت معك مثلا ولد يلعب كثير ويترك الدراسه والمذاكره، ويقولون لك انه يعني ولد مهرج او بيعمل، وانت تعلم انه ده هيكون مصيره من اهل العلم، او مثلا هياخذ اعلى المراتب سواء في الدين وفي الدنيا، فلا تغضب ابدا لانك تعلم. انما لماذا تغضب ثم تتحول الى الرضا والعكس؟ بسبب عدم العلم. يعني انت الان مثلا ترضى عني، لكن لو تعلم اني بعد مثلا 5 سنين ساقتلك فتكون اشد الناس كرها لي، لكنك لا تعلم هذه المساله، بل انا نفسي اللي حقتلك لا اعلمها. فاذا لا يعني اذا المسائل دي التي تتغير في علم مين؟ في علم الخلائق. فالله تعالى يعلم الامور كلها علما حضوريا بدرجه واحده، ما فيش فيها ايه، ما فيش حاجه مثلا بالنسبه له ستعلم او ستتضح اكثر او ستتبين، ليس هناك البداء كما يقول اليهود وكما يقول بعض المنتسبين الى التشيع، يقولون بالبداء. ايه البداء ده؟ يعني الحق سبحانه وتعالى يبدو له شيء فيغير رايه او يغير، هو لا يقال على الله تعالى يعني يبدو. دي المساله دي قالوها ليه الشيعه؟ عشان طبعا عندهم الامامه، مين اللي يبقى امام بعد ابيه؟ الابن الايه؟ الاكبر، تمام كده. فلما ابن الحسن العسكري او كذا مات قبله، معناها حتنتقل الايه؟ الامامه الى اخيه او الى ابنه، مات قبله اللي هو حارث، فغير ايه؟ هذا الحكم لانه بدا له. فهذا لا يبدو له. شوف البداء دي عقيده ايه؟ عقيده اصلا من عند اليهود. عقيده ايه؟ انه تعالى بدا له شيئا، يعني كان خافيا او كان غائبا، لا. ان الله تعالى ايه؟ لا تخفى عليه خافيه ولا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء. فلا يقول بهذه العقيده الا مين؟ الا اليهود ومن وافقه. أنت لو قالوا لك عليه بيلعب وما بيذاكرش وبيهرب من المدرسة وأنت تعلم مصيره، هتعمل إيه؟ تضحك إذا قالوا لك هذا الكلام، تتبسم. ليه؟ لأن هم لا يعلمون. إذا عندك كم شيء، كل حادث يدل على 4 مطالب لهاتين الصفتين، يعني لصفتي القدرة والإرادة. الأول ما دام تشوف ايه، احنا بنستدل الان بوجود الحوادث على 4 اشياء، لانه طالما حادث يعني محتاج في وجوده الى القدره، ومحتاج في تخصيصه الى الاراده. واضح كده؟ يدل على 4 مطالب لهاتين الصفتين. الاول يعني المطلب الاول وجودهما، يعني ان القدره والاراده موجودتان فقط. لا، الثاني وجوب الوجود لهما، يعني ليستا ايه؟ حادثتين. لا، يعني هي موجوده، وفي نفس الوقت وجودها واجب، بمعنى انها ليست حادثة، لأنها لو كانت حادثة لدخلت في الممكنات فتحتاج إلى إيه؟ إلى قدرة، والقدرة إذا دخل إذا الأخرى إذا كانت حادثة حتدخل، وهكذا حيدور الأمر أو يتسلسل، وكلاهما إيه؟ باطل. فلا بد أن تكون القدرة والإرادة صفتان وجوديتان، والوجود بالنسبة لهما واجب، يعني مثل إيه؟ مثل الذات. واجب.
الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات، يعني القدرة تتعلق بكل ممكن وكذلك الإرادة، ولكن تعلق القدرة يسمى تعلق تأثير، وتعلق الإرادة يسمى تعلق تخصيص، والقدرة لها إيه؟ تعلق تعلق تنجيز حادث اسمه ايه ده، وتعلق صلوح قدير فقط بس. اما الاراده لها كم تعلق؟ اثنين. اللي تعلق واحد، انت نسيت اللي تعلق واحد هو العلم. الاراده لها تعلقان، وايضا يمكن ان تكون ثلاثه. اذا الاراده لها تعلق تنجيزي قديم، تمام كده، ولها تعلق صلوحي قديم، ولها تعلق تنجيزي حادث. بس التنجيز بتاعها هو التخصيص. يبقى ثلاث تعلقات للإرادة، والقدرة لها كم تعلق؟ اثنين. أما العلم فليس له تعلق إلا واحد، وهو تعلق تنجيزي قديم. وليس العلم له تعلق صلوح، من يقول بهذا يكون جاهل، يقول لأن من كان صالحا لأن يعلم فهو لا يعلم. لو قلنا تعلق العلم له تعلق صلوح قديم، يعني معناه هو صالح لأن يعلم، يقول معناه ليس بعالم، معناه كده. إذا من كان صالحا لأن يعلم لا يكون عالما. وليس للعلم تعلق تنجيزي حادث، أنه معناه كده سبق الجهل. حادث يعني معناها إيه؟ وجد بعد عدم، إذا قبل وجوده كان إيه؟ متصفا بالجهل. العلم له تعلق واحد تنجيزي، وزي قلنا المعلومات كلها حضورية، ما فيش فيها مستقبل ولا ماضي ولا حاضر، كل واحد كلها آنية. يعني كلمة أتى أو سيأتي أو مثلا، وذلك يحدثنا الله تعالى عن أخبار القيامة بصيغة الماضي. بعض الناس يعتبرها من باب البلاغة أنه التحدث عن المستقبل بصيغة الماضي عشان إفادة تحقق الوقوع. هذا بالنسبة لي نحن، إنما بالنسبة لي هو وقع مش سيقع. يعني الله تعالى لا ينتظر شيئا، إنه كل حاجة بالنسبة له موجودة وواقع، بس أنت الدور لسه ما جاش عليك عشان تشوف، عشان أنت مقيد بزمن ومربوط بمكان. يعني ممكن يكون حادة وقعت وأنت لا تعلم بها، عشان مكانك غير مكان الحادث أو زمنك، إنما الله تعالى لا يحده إيه؟ لا زمان ولا يحصره مكان. فكيف يقال انه ده الكلام ده بالنسبه لمين؟ لنا نحن. يبقى اي حاجه جت في القران بصيغه المستقبل او المضارع عشان احنا نفهم، انما هي لما يجي يقول لك ايه، ونادى اصحاب ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم، قالوا شبح. بالنسبه لنا احنا الكلام ده لسه ما حصلش، مش كده؟ ولسه حيقال. بالنسبه اما بالنسبه له كله حصل، والقيامة قامت، وأهل الجنة دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار. مسألة بالنسبة لله تعالى مش حاجة فيها إيه لسه هتحصل. الكلام ده بالنسبة لإيه؟ لك أنت. وذلك أول ما يقول كده أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني كيف نستعجله؟ اللي يستعجل هو إيه؟ الذي لم يأتي. نحن ننتظر ما حاجة أتى، يبقى معناها أتى عنده، أما بالنسبة لك لم يأتي فلا تستعجل، لأنه ما كان عنده آت فلا بد أن يأتي. يعني إنما توعدون، فيكلمهم بالنسبة لا آت، إنه الخطاب لهم هم، إنما أتى أمر الله، يتكلم عن إيه؟ عما عندهم سبحانه وتعالى، والخطاب اللي هو مقصود بالعباد فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. عرفنا المطالب الأربعة، الوجود وإيه ووجوب الوجود وعموم التعلق والإيه والوحدة. يعني إيه معنى الوحدة؟ يعني كل صفة واحدة، في الصفتين الصفات وإيه، كل صفة واحدة، القدرة واحدة، الإرادة واحدة، العلم واحد إلى آخره. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، يعني على وجودهما أي وجود الإيه؟
القدرة ووجود الإرادة. فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها. لو انتفت انتفاء الشيء يبقى معناه إثبات للضد. يعني لما انفي عنك العلم يبقى كده بس مش عارف، لا أحتاج إلى إثبات خلاص، ما هو بنفي العلم ثبت الضد. إذا نفيت عنك القدرة خلاص كده إيه؟ أثبتنا العجز. يعني كيف أثبتناه؟ بنفي الإيه؟ لأنهما نقيضان متعاندان، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. مش كده؟ النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان معا يكون موجود وغير موجود، ولا ولا ينتفيان، يعني معناها يثبت احدهما وينتفي وينتفي الاخر. ذلك سيدنا علي مره بيقولوا له كان طبعا امام في الفصاحه والبلاغه، قالوا له صف لنا العاقل او العالم، قال الذي يضع الشيء في مواضعه. كلمه ان تنطبق، يعني لو وضع كل شيء في موضعه ما فيش اعلم من كده. فقالوا طب فمن هو الجاهل؟ قال قد وصف. ما هو بيوصف العالم يبقى معناه وبضدها تتميز او تعقل الاشياء. ما فيش داعي ارجع ثاني واقول هو الذي لا يضع، ما كده خلاص. اذا عرفت العالم فقد عرفت الجاهل، اذا عرفت الحق فقد عرفت الباطل. انما اذا المشكله اذا التبس عليك الامر، وذلك بدأ يسألك كانوا يلبسوا لما تلبسون حقه، هي دي المشكلة. إنما إذا كان ده معروف إنه ده حق وده معروف إنه باطل إذا ما فيش أي إشكال. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العجز، وذلك يستلزم عدم التمكن من الفعل. ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مخصص بلا مرجح. يعني احنا قلنا عندنا أمران متقابلان، خص الله تعالى الممكن يعني أي ممكن بما يجوز عليه من وجود وعدم ومقدار وهيئة وصفة وزمان ومكان. فلو انتفت الإرادة حيلزم تعالى الممكن ده وجد، ووجد على هيئة أو على مقدار أو في مكان، طب ايه اللي خصه بالمكان ده؟ ما فيش إرادة، لا توجد إرادة، يبقى حيلزم من ذلك. هقول لك أنت ممكن، لماذا لم توجد في زمن غير زمنك؟ فحيكون الإجابة عشان الإرادة، احنا قلنا ما فيش إرادة، نفينا الإرادة. يبقى معناها وجودك في زمن يقابله زمن آخر لم توجد فيه أو مكان، يعني معناها رجح وجودك في زمن على زمن أو في مقدار على مقدار بغير مرجح. وهذا شيء لا يقول فيه حتى المجانين، فيش حاجة اسمها ترجيح من غير من غير مرجح. ترجيح يعني في حاجة رجحت، يعني لما نيجي مثلا نحط كفتين الميزان كده ونضع شيء فيرجح، يبقى معناها في حاجة رجحت اللي هي ثقل، ده أثقل كده. إنما إذا ما حطناش حاجة ثانية في الكفة الثانية كيف حيرجح؟ يبقى ما في، لا يوجد ترجيح من غير من غير مرجح. ترجيح من غير مرجح ده معناها نفي الصانع. لأن أول حاجة في الترجيح والمرجح اللي هي الوجود والعدم، مش كده؟ أول حاجة الوجود يقابله العدم. فلو قلنا أن العالم وجد كده من غير الإرادة يبقى معناها حيأتي السؤال، لماذا رجح وجوده على عدمه مع أنهما متساويان زي كفتي الميزان؟ يعني هذا مساوي لهذا. إذن فلا بد لكي يرجح أحدهما على الآخر من مرجح، وإحنا نفينا الإرادة، يبقى معناها رجح كده من نفسه.
وده ودي طبعا يعني بالعقل كده يعني حتى لو افترضنا انه رجح نعتبرها كده ايه، وبعض العلماء قال صحيح ما فيش ترجيح من غير مرجح، لكن في حاجة اسمها رجحان مش ترجيح، يعني معناها يرجح واحد زي مثلا انت ماشي في طريق وحتحول على طريق ثاني فلقيت اكتر من تحويلة، يعني دي توديك مثلا ودي توديك ودي توديك، رحت انت ايه داخل في واحد وخلاص ما هو كلهم واحد، فليه رجحت؟ ما هو ده مش عاوز ترجيح ده، او من يعني اي واحدة فيهم حتى حتوصلني خلص، يعني مثلا الباب ده حيطلعك برا والباب اللي هناك حيطلعك، فانت روح طالع من الباب ده، يجي واحد يقول لك ليه طلعت من الباب ده؟ ما طلعت، قد يكون في يعني سبب رجحت ايه يمكن السيارة هنا عشان ده اقرب، عشان انما لما كنت مش عارف ده اقرب ولا ابعد ولا في سيارة رحت طلعت في القسم ده ايه؟ رجحان ده من غير مرجح. طيب حتى لو قلنا لذلك مش هيستقيم، لانه الكفتين في الحقيقة او الشيئين المتقابلين مش زي بعض، قلنا هم متساويين لكن في الحقيقة ما فيش تساوي، لانه الوجود هل هو يساوي العدد؟ من الاقوى؟ الوجود لا، من الاقوى في الممكن؟ الاصل، الاصل انه عدم، والعدم ده ليس تأثير القدرة، ده الوجود هو تأثير القدرة، يعني معناها لو كان في رجحان من غير مرجح كان رجح مين؟ كان رجح العدم، لانه دك عاوز تاثيره، عاوز خلقه، عاوز تكوينه، عاوز سلاله من طين عشان يخلق الانسان، انما الثاني مش عاوز ولا حاجه، ده عدم، يبقى هو اللي حيرجح، يبقى جانب العدم في الممكن اقوى من جانب الوجود، فلو فرضنا انه في رجحان او حتى ترجح من غير مرجح يبقى حيرجح مين؟ العدم، يرجح العدم، يبقى معناها في القول بالترجيح من غير مرجح نفي للصانع او نفي للخالق، يعني كأنك تقول كده ان العالم كده مستوي وجوده مع عدمه، ومع ذلك رجح الاضعف اللي هو الايه العدم على الايه الوجود، رجح الوجود اللي هو الاضعف على الايه العدم اللي هو الاصل، لان الاصل فيه ان يكون ايه معدوما، وعدمه غير محتاج الى مرجح، مين المحتاج الى مرجح؟ اللي هو الوجود، يبقى معناها كانك رجحت الضعيف على القوي، يعني مثلا يكون واحد في الامتحان جايب مثلا 48 فنرجح ايه هنا في الحاله؟ نرجح رسوب ولا نجاحه؟ نرجح النجاح، ده هو قريب من النجاح، يجي واحد واخد 30 نترجح ايه؟ الرسوب، مش كده؟ فتروح انت عملت ايه؟ تروح مرجح ال 30 على ال 48، يبقى ده اه ده الايه؟ ما فيش هو ده المثال اللي ينطبق على الحاله، فاذا لا ترجيح بغير ايه؟ بغير مرجح، فلانه لو انتفت القدره لوجد ضدها اللي هو ايه؟ العجز، ذلك يستلزم عدم التمكن من الفعل، ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مرجح، وذلك محال. ايه هو المحال؟ الترجيح من غير ايه؟ من غير مرجح، يعني معناها هنرجح حاجة على حاجة، عندنا وجود وعندنا عدم، فلازم بمعناها ما الذي رجح اللي هو الوجود، فلا بد ان يكون هناك مرجح، لانه لو ترك كذا من غير ولو حتى ملايين السنين على فرض يعني هيظل باقيا على عدمه، مش كده؟ لا يمكن ان يوجد ابدا، يعني معناها العدم هو الايه؟ هو الاقوى فيه وهو الاصل، وذلك محال. وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما، ما دام قلنا وجود الإرادة ووجود القدرة، وجود ايه؟ جائز ولا وجود واجب؟ يبقى معنى كذا حيدخل في هذا أنهما قديمتان وأنهما باقيتان، لأنه إذا ثبت قدمهما استحال إيه؟
عدمهما، وكل ما جاز عليه العدم عليه ايه؟ قطعا يستحيل ليه الكذب. يبقى معنى كده الصفتان طالما لا يجوز عليهما العدم يبقى يستحيل ايه ان يكونا حادثتين، فهما ايه قديمتان وهما ايه باقيتان. ويدخل في ذلك، في ذلك يعني في ان وجودهما واجب. كلمة في ذلك الاشارة ترجع الى ايه الى وجوب الوجود، ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما، فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما. وبيتكلم عن وجوب الوجود، فلو كانتا يعني القدرة والإرادة ليست ايه ليستا بواجبتين حيكون ايه، وما عندناش غير واجب وجائز مستحيل. طب ليه ما لم يقل مستحيلتين؟ ما ينفعش يقول مستحيلتين لانهما ايه، ما هو الوجود اما ان يكون قديم هو الواجب، واما ان يكون حادث فهو الايه فهو الجائز. جائز ما هو ممكن يقال ممكن قبله اما البعض، فالفرق بين الممكن والجائز ايه؟ ان الجائز يعني ممكن ممكن ولكنه موجود، اما الممكن يستوي فيه ان يكون موجود ويستوي فيه، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. فنقول كل جائز ممكن، ولا نقول ايه كل ممكن جائز. والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اذا حنقف عند ايه، اما وجه الدلالة على كل حادث كده، علم عليها عشان انا ما كده خلاص ان شاء الله. يبقى معادنا الاية الاربعاء مع الامير، خلاص ده يوم واحد عاوزين نمشي مع ده ونسيب الامير. الامير امير الركب الاربعاء الحاشية الامير، اما ده الاحد ان شاء الله، الا اذا غيرتم. ما انتوا الان الامور كلها بتبقى في يد الشباب، بتعملوا غيروا الحكومه، بتغيروا العلماء، بتغيروا كل حاجه، غيروا الازهر نفسه. مفيش ميه عندك؟ خذ يا عم الجفاني.